السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الرموز، السلام على الشهداء، السلام على الثوار، السلام على الحرائر وعلى المطاردين. السلام عليكم جميعا يا أنصار أبا عبد الله وشيعته ورحمة الله وبركاته. أقف اليوم أمامكم وأنا خجلان من رسول الله وأستحي من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم السلام. إذا كان للتاريخ أن يقف وقفة جلال أمام أمثلة للشموخ، وإذا كان للإنسانية أن تنحني في خشوع أمام أروع أمثلة للبطولة، فشموخ الحسين وتضحيته الحسين أروع أمثلة شهدها التاريخ، الشموخ وتضحيات والبطولات. وعلينا نحن اليوم كشعب ثائر أن نتخذ من ثورة الحسين عليه السلام منهج لنا، فهي تكليف إلهي. حين يقول الإمام الخميني قدس الله سره، عندما يرى سيد الشهداء عليه السلام إن حاكما ظالما جائرا يحكم الناس، فإنه يصرح ويقول إن من يشاهد حاكما جائرا يحكم بين الناس ويظلمهم فيجب عليه أن يقف بوجهه ويمنعه بقدر استطاعته. إن بضعة أنفار لم يكونوا شيئا يذكر أمام ذلك الجيش، ولكنها المسؤولية والتكليف، إذ كان يجب عليه أن ينتفض ويقدم دمه حتى يصلح هذه الأمة وحتى يقضي على راية يزيد. وهذا ما قام به فعلا، فقدم دمه ودم أولاده وأنفسهم وكل ما يملك من أجل الإسلام. في كربلاء الحسين جلس الشمر اللعين على صدر الحسين وهو عطشان، وقطع وداجه بالسيف، وأصحاب الحسين استشهدوا بالسهام وبالسيوف. وفي كربلاء البحرين استشهد شبابنا بالقنابل والشوزن وفجروا رؤوسهم بالرصاص. اليوم النظام يخاف عندما نلبس السواد، ويرتعب حينما نلطم الصدور، ويحقد علينا عندما نذرف الدموع. فمهما فعل النظام بنا سنزيد ونزيد ونمشي على درب الحسين، تفديك الروح والقلب سيدي يا حسين، وأرواحنا ملهوفة للشهادة. فالصبر طال والقلب ذاب والجرح لم يلتئم حتى نأخذ بثأر الشهداء، فنحن حسينيون للأبد، صغيرنا أسد وكبيرنا يهز البلد، سنبقى حسينيون حتى نلبس الأبيض تحت التراب. من يريد فهم الحسين ومن يتعشق نور الحسين، افتحوا أمام عقولكم مسارب الانطلاق إلى دنيا الحسين. اكسحوا من حياتكم أركمة العفن والزيف والتخاذل، حرروا أنفسكم من هواجز الخوف، وانزلوا للساحات العز والشرف، وانتفضوا في وجه نظام جائر يحكم بالظلم. عهدا مني ومن آباء الشهداء ومن كل شريف على هذه الأرض أننا باقون في الساحات، نطالب بكل حقوقنا التي سلبت منا. ثقوا تماما بالله أننا معكم أيها الثوار، يد بيد وكتف بكتف، لن نترككم وحدكم، سنواصل معكم الدرب حتى يحقق النصر. لا يومك كيومك يا أبا عبد الله، وكم هو عظيم
شأنك عند الله ولا أنساك يا سيدي ومولاي حين قلت إن كان الدين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. اللهم نسألك الشهادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.